بداية يسعدني التواجد معاكم وسط هذه الكوكبة من زملائنا المحامين ومن قامات في المهنة لها اسمها ورسمها. وأنا أثناء حديث سيرة الأمين العام بيحضرني سؤال، يعني هو اللي أنت بتاخد ليسانس، احنا بنتخرج زيكم كده ما اتخرجنا، هو المحامي وظيفته ايه؟ قضاء مصالح ولا اداء رساله؟ اداء رساله. انت لو وضعت السؤال ده بداخلك وانت بتتعامل مع اي حد، لو انت صاحب رساله عمرك ما هتتنازل ابدا، كنت هتقرا كتير، هتتحلى بما يجب ان يتحلى به اي انسان متزن في هذه الحياه. لو وضعت نفسك انك صاحب مصلحه هتتنازل عن كل شيء، عن شخصيتك، عن تعاملك مع الغير، هتذهب للشهر العقاري بدل ما تقعد مع مدير الشهر العقاري، هتقعد مع الساعي بره، لانك تنازلت عن ايه؟ عن شخصيتك مقابل قضاء مصلحتك. فلا تكن ابدا صاحب مصلحه. أنا أتكلم معكم النهاردة في القضاء الإداري، لكن قبل القضاء الإداري أقول يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وركب فينا العقل والعاطفة. سبحانه، إذا غلبت عاطفتك على عقلك ستنزل إلى مصاف البهائم. إذا غلبت عقلك على عاطفتك سترتقي إلى درجات الملائكة. ليس معنى ذلك ان انا اتجاهل العاطفه كما يتكلم استاذنا حسين بيه، وما بيقول لك يعني ينمي فيك ويستخرج منك عاطفتك اثناء حديثه، لكن المحامي له رساله، رسالته هو تعمير الارض. بايه بقى؟ مش هقول لك بالبناء، بالكلمه الطيبه، كل خيرا او اصمت، لا تتكلم كثيرا. هذه مهمتك، انك تعمر المكان اللي انت فيه بالكلمه الطيبه. وانت ربنا سبحانه وتعالى حباك بما لم يحب به احد. فاذا كان الطبيب له تخصص، او المهندس له تخصص، او المعلم له تخصص واحد، انت بتشتغل على كل التخصصات. أنت صانع للقوانين، مدرك لكل القوانين. قانون التعليم تحت عينيك، قانون الزراعة تحت عينيك، قانون الصناعة تحت عينيك. إذا أنت ملم، ومن هنا ينبغي أيها الزميل أن تتحلى بقراءة البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمكان اللي أنت قاعد فيه. مثلا في مصر يحزنني إن محامي هلفط في الكلام وهو صاحب الرسالة. ده احنا اتعلمنا كما يقول أبو قتادة، لا تري عينيك ما لم ترى، ولا تسمع أذنيك ما لم تسمع، ولا تقول رأيت ولم أرى، أو سمعت ولم أسمع. هذه أداب للتعامل، أداب للتعامل. لا تقضي لأحد حتى تسمع كلام الآخر. علمت إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي. أداب. وكنت تعرضت مع زملائكم عن التزامات القائم المحامي وأخلاقيات مهنة المحاماة، وقلتك إلا إن أنت تتميز عن غيرك باستقلاليتك. كما قال أستاذكم، أنت ليس لك راتب آخر الشهر، رزقك بعد نعم مكتوب لك، لكن عليك السعي. معنى ذلك انك مستقل، انك لا تخضع لاحد، قرارك من راسك، لا احد يحركك، انت فارس الكلمه. اعتز بنفسك. انا لن اطيل عليكم وادخل في المجال على طول، القضاء الاداري. الاساتذه الافاضل، الدراسه الاكاديميه درستم القانون الاداري ودرستم القضاء الاداري، ولو سالتكم ايه هو القرار الاداري مش حد هي نسيته للأسف. ها؟ لأن احنا ما فهمناش،
ما فهمناش. انت بتتعامل مع القضاء المزدوج، قضاء عادي، قضاء اداري، قضاء عادي خصومات بين افراد، قضاء اداري خصومه بين من؟ الدوله والموظف العام. اذن هو قضاء زي ما بنسميه قضاء العمال الموظفين ببساطه كده. طيب بنحاكم ايه في القضاء الاداري؟ نحاكم القرار، نحاكم القرار. فما هو القرار؟ القرار الاداري هو افصاح جهه الاداره عن ارادتها الملزمه بقصد احداث اثر قانوني معين متى كان ذلك جائزا وممكنا القانون. انا تعرف القرار الاداري، انا احاكم هذا القرار، احاكم فيه ايه؟ احاكم فيه عدم المشروعيه. اذا القضاء الاداري قضاء يحمي مبدا المشروعيه، مبدا المشروعيه اللي هو ايه؟ ان الكل يخضع للقانون حكاما ومحكومين. والدول الناجحه هي التي تعلي مبدا سياده القانون. اذا هنا القضاء الاداري احاكم امامه القرار الاداري المعيب، القرار الاداري المعيب. طيب انا النهارده القوانين التي ينبغي ان اطلع عليها كمحامي للوقوف امام القضاء الاداري، انا قلنا ايه؟ محل الدعوة، صاحب الدعوة. صاحب الدعوة هنا لابد ان يكون موظف عام، موظف عام او شخص ليس موظفا عاما ولكن له علاقة بجهة الحكومية، كما مثلا اذا قامت الدولة بالاستيلاء على قطعة ارض مملوكة لك بدافع الملكية، بدافع المنفعة العامة، تريد ان تتظلم، هتروح لمين؟ القضاء الاداري ولا القضاء العادي؟ لان هي استولت على ارضك بمقتضى ايه؟ مقتضى قرار، مقتضى ايه؟ قرار. اذا هختصم القرار الاداري امام القضاء الاداري، فبلجأ للقضاء الاداري. وانتم زي ما انتم عارفين القضاء الاداري هو ايه؟ قضاء الغاء، تعويض، تأجيل. الغاء، الغاء قرارات اداريه، والتعويض عن قرارات اداريه معيبه، والتأجيل ده هو اختصاص جديد أضيفه لمجلس الدولة. طيب أمور النهاردة جالك موظف عام قال لك يا أستاذ في قرار إداري صدر بشأني، إيه بشأنك؟ إيه موضوع نقله، ترقيته، أعارته، أجازاته، تسوياته، فصله، تعيينه. ما هذه الموظف العام يجي لك يقول لك إيه؟ صدر قرار بشأن واحد من هذه الأمور، ماذا ستفعل؟ طبعا أول شيء تعرف لابد أن يكون القرار إيه؟ نهائيا، فلا يصح أن أطعن في قرار تمهيدي، قرار تمهيدي، القرار نهائي، ما ينفعش، لابد أن يكون القرار نهائيا صدر من السلطة المختصة سواء الوزير المختص أو غيره حتى من رئيس الجمهورية، لابد وان يكون القرار نهائيا يقول حاجه. طيب انظر في القرار، ايه اللي يدلل ان القرار مشروع او غير مشروع؟ درايتي بالقانون. وبناء عليه انت ايها الاستاذ المحامي اللي هتفصل في قضيه اداريه قلت ينبغي ان يكون على يمينك او على يمينك الدستور، ثم نظام الخدمه المدنيه، ثم تنظيم الجامعات، ثم القضاء، القوادر الخاصة كلها، الأزهار والأوقاف، إذا كنت هتشتغل قضاء إداري. فلا بد وأن تكون ملما بصفة أساسية بنظام الخدمة المدنية. حد فيكم يعرف نظام الخدمة المدنية اللي بنحكم به الآن رقمه كم؟ حد يعرف؟ في حد فيكم موظف؟ ها؟ ايه اساتذه؟ طيب ما جالكش حاجه؟ ماشي ماشي. 81 16 81
16 عشان تتابعوا معايا، والا هتضامن مع سياده النقيب مع سياده الامين العام في ان هو يمد الدوره فعلا. مش جاي بقى نعلم دراسه اكاديميه ان شاء الله، ده ما ينفعش كده ان شاء الله. طيب امال نظام الخدمه المدنيه 81-16 مش هسالك عن اللي كان قبليه ايه؟ اقول انا فاكر اللي قبليه واللي قبليه كمان 47-78-58 وهكذا، عندنا مراسيم وعندنا قوانين، كنت طالب زيكم كده وافهم هذا افهمه. طيب اذا هنا نظام الخدمه المدنيه 81-16 ده بنسميه ابو القوانين الشريعه العامه التي الجا اليها في اي مساله يسكت عنها اي قانون يحكم كادر خاص، يحكم كادر خاص، فهذا القانون اسمه كادر العام، يحكم كادر العام الموصف العموم بصفه عامه. لكن هناك كوادر خاصه الدوله نظمت شؤونهم بقوانين خاصه كالشرطه، القضاء، الجامعات، قوات المسلحه، قوات الخاصة لطبيعتهم الخاصة. طب هل كل القوانين دي ينبغي أن ألم بها كمحامي؟ نعم تلم بها، لأنك تلجأ ترفع دعوة إزاي؟ فبداية ودايما هنضرب بالأمثلة حتى يتضح إيه البيان. طيب جالك موظف عام قال لك يا أستاذ أنا تم فصلي من عملي، فصل من عمل، اعمل ايه؟ ايه السؤال اللي ممكن تساله؟ اتفضل اتعلم الجرأة ولغه وتخاطب معاه كانها منصه، مش بتعرف المحكمه كانها منصه، اتفضل انا جاي هنا نتناقش معاكم. اه لو جالك استاذ موظف وقال لك يا استاذ انا اتفصلت من عملي، اول سؤال هتساله له ايه؟ لحظه لو سمحت، لحظة لو سمحت، ها؟ لا ارفع صوتك شوية، أنت راجل محامي. سبب الفصل، أنت عندك الأسباب التي يمكن أن تنتهي بها خدمة الموظف العام؟ أقرأ كده، دول كده؟ افتحهولي. افتحهولي. خاطب زملائك وخليك جري، أنت عندك دراية بالأسباب اللي تنتهي بها خدمة الموظف العام؟ عندك دراية بيها؟ إذا أخلي بالنظام عارفها ولا هنجتهد؟ أنت محامي خليك واضح وتتعامل مع منصة، استخدم أي حيلة حتى تثبت المنصة أنك فاهم، لكن لا تقول كلام ما تخليش الناس تشكرك من نظرة. عارف الأسباب التي تنتهي بها خدمة الموظف العام؟ قول لا أعرف. صح؟ تخريج تمام؟ تفضل سعد. ادي الاستاذ اتفضل. انا عايز اعرفهم بس عشان انت هتساليه ايه الموظف ده لما يجي لك يقول لك طب قال لك اسمعوني خليك معايا خطوه خطوه عشان تعرفوا ايه الاسباب من خلال الحديث معاكم تفهموها. قال لك يا استاذه انا غبت 15 يوم، فوجئت، لحظة لو سمحت، فوجئت صدر قرار عزلي من الوظيفة. ها؟ ايه يعني هراجع القانون هشوف 15 متقطعين ولا متصلين عشان افهموا كويس. علشان دي 15 اذا بقى من الاسباب التي تؤدي الى نهاية خدمة الموظف العام الغياب 15 يوم متصلة او 10 ايام لا 30 يوم منفصل. لا 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة. كويس جدا. الراجل عمل منه كده. غاب فعلا 15 يوم متصلة. عايز سعادتك؟ غاب 15 يوم إيه؟ متصل. عاوز تقول إيه سعادتك؟ اتفضل. إذا سبب تعاطي الموظف العام للمخدرات. لا دي إضافة. هشوف بقى حاضر. تعالوا بقى نقف عند النقطة دي الأول. صح. قالت الأستاذة الموظف اللي جاله انا اتفصلت من عملي لغيابي 15 يوما متصلا. طب ما في نص ماده بيقول كده، نص الماده بيقول كده، نص ماده قانونيه او 30 يوم منفصله وتوقفت، لكن اللائحه قالت ايه بقى؟
بعذر مقبول. اذا بقى ما انت شغلتك كمحامي بقى هتشتغلي على ايه؟ ايوه وتجيبي بقى كلمه الاعذار. طب هنا اللائحه فسرت القانون، النص القانوني لم يذكر كلمه عذر مقبول، لكن النص اللائحي قال عذر مقبول. هشوف بقى العذر المقبول اللي يقال الشغل اللي هو بيشتغل فيه والعقل كمان، يعني طبيعه العمل بتاع المريض. السؤال سعادتك بقى، السؤال ايضا العذر المقبول لمن يقدم؟ ها العذر المقبول لمن يقدم؟ صاحب العمل، جهه العمل اللي هو هل يقدم لمصدر القرار ام يقدم للمحاكم؟ ها مش ده نص حمال اوجه؟ انتوا خليكم معايا. هو صدر القرار بفصله، صدر القرار بفصله، والراجل سلك الطريق القانوني ان انا هتظلم منه، هتظلم من ايه؟ من القرار. ثم سألجأ الى المحاكم. العذر المقبول لمن يقدم؟ لمصدر القرار ام للمحكمه؟ التظلم هيتقدم. شوف بقى عشان تعرف الترتيب الاداري في الطعن على القرارات وازاي انت تحور النص وتتعامل ازاي مع النص. ده كلمه مطاطه، عذر مقبول. طب انا صدر قرار بفصلي، اقدم العذر لمين؟ انا هتظلم فقط، هتظلم من ايه؟ من منطوق القرار، من منطوق ايه؟ القرار، لجهه مصدر القرار في المواعيد المقرره اللي هي 60 ايه؟ يوم حتى لا يحصن. تمام؟ ثم بعد ذلك بعمل ايه؟ لو الاداره خلاص قدرت ولغى القرار خلاص ما بقاش بيبتدي بقى يرفع قضيه. ارفع ايه؟ القضيه. اذا هنا الغياب 15 يوم متصله او 30 يوم منفصله ده سبب من اسباب انهاء خدمه الموظف العام. طيب اتفضل. ناتي لسبب اخر ضعوه في ذهنكم ونفهمه برضك زي كده، قلنا 15 30. حاجه ثانيه، الموظف العام ارتكب جريمه مخله بالشرف. تنوعت الان وتعددت الجرائم المخله بالشرف، لكن تم حصرها في قضايا محدده. النهارده بقول الرشوه جريمه ايه؟ طيب واحد دلوقتي من زملائكم قال احتساء المخدرات، احتساء يعني العيال اللي بيشربوا دول موظف عام، احتساء شرب مخدرات يعني، هل دي تعد جريمه مخله بالشرف؟ هي ارتكاب فعل، ارتكاب فعل، لكن لا تصنف من ضمن الجرائم ايه؟ المخله بالشرف. طيب موظف عام ارتكب جريمه مخله بالشرف، هل بمجرد ارتكابه الجريمه يستوجب عزله؟ اللي فاهم انا عاوز الحوار الاساتذه اللي ورا، انا عاوزكم تناقشوا وتحاولوا تفهموا اساتذتكم. انتوا مش معانا ولا ايه؟ يعني ممكن اجيب اخر واحد من ورا. اللي مش عايز يناقش يخرج. ده دورنا احنا هنا. اتفضل يا استاذ قوم. ايوه رفعت ايدك. اتفضل. وعاوزين اللي يتكلم يقف كمحامي بيتكلم ويخاطبكم ويخاطبنا. ترفعوا ازاي قدام المحكمة؟ ايوه. اتفضل سعادتك. لحظة هنا ساعتك لو سعادتك، هل في كلتا الحالات في كل الحالات لازم ألجأ لجنة فضل المنازعات؟ متى لا ألجأ لجنة فضل المنازعات؟ الشق العاجل، تقول لزملائك كده إذا كان هناك شق عاجل لا ألجأ لفضل المنازعات. الشق الموضوعي ألجأ لفض ايه؟ وهذا إجراء شكلي، وهذا أمر أنتم كأساتذة محامين مدركين الأوضاع الاقتصادي للبلد، ماذا تروا في لجان فض المنازعات؟ ترفض. ما أنا عارف إنها بترفض. هي لماذا وجدت؟ لماذا وجدت؟
لتساعد القضاء وتخفيف العبء عن كاهل القضاء. لكن النهاردة أصبح موظف صاحب اسطمبة واحدة. رفض 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 رفض. انت قاعد عشان كده؟ تعالى آلاف القضايا ممكن أن تحجب عن مجلس الدولة من هي ممكن ينهوها بالتوصية بتاعتهم. نعم أيوة التوصية غير ملزمة لكنه إجراء لازم. فضل عشان نرجع لك بفضل وزعاك وبعد كده مثلا الموظف هو دركته إيه؟ نعم دركته الوظيفية إيه؟ قبل ما أرفع القضية لأنها قد تكون تبع المحكمة الإدارية أو القضاء الإداري حسب. نعم 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 في كده الحالات مجلس دولة مجلس إيه؟ ده يعني مجلس إلغاء يعني إلغاء. أنت هتطالب له إيه؟ نعم طيب إحنا بقول النص هو إذا ارتكب جريمة أو جناية هنا بقى السؤال. السؤال ارتكب هل بمجرد ارتكابه الفعل يعزل ولا ايه؟ تاني تاني انتبهوا للنقطه دي كويس جدا عشان بتشتغلوا محاكم تعرف تنقذ ازاي الموظف ده. هل صدور الحكم في حد ذاته يستوجب عزله ها ولا العزل هنا عقوبه تبعيه؟ عقوبة تبعية؟ إذا صدور الحكم يستوجب عزل. إذا كانت عقوبة تبعية من يقررها؟ ها؟ صدر. لا ما نقولش بقى كلام كده مرسل. اتفضلي سعادتك. عندي هنا في قانون نظام الخدمة المدنية بخلاف الكوادر الخاص في لجان اسمها لجان الموارد البشرية. لجان الموارد البشرية هذه اللجان اسمها ايه؟ لجان بنسميها لجان تأديب. لجان ايه؟ تأديب. لابد وان يسأل هذا الموظف العام ويحقق معه ومن يوصي بقرار عزله هذه اللجان ثم ترفع لمصدر القرار تقول له ايه؟ يعزل. من يصدر القرار؟ الوزير المختص. طيب إذا لم يمر بهذه المراحل وأفصله الوزير المختص يعد إيه؟ ارتقوا بالألفاظ القانونية بقى للتخوف. يعد تغول على سلطة التأديب. أيوة كده خلاص بقى إيه؟ نط على سلطة التأديب. بقى أنت قرارك معيب حتى ولو كان صحيحاً. الفاظ دي مهمة أمام المحكمة. هو ده القانون اللي بيتقال في المحكمة. تغولت عليا. خلاص وبالتالي ليس رغم الله التفت لأمر تاني. إذا هنا نأتي بقى لكادر خاص. أنا بتكلم عن كادر عام هو. قلت السلطة اللي بتحقق معاه لجان تأديب. كويس؟ أجل الكادر الخاص. الكادر الخاص نأخذ مثلا ككادر الجامعات. كادر الجامعات بينظموا قانون كما الكادر العام بيحكم القانون 81-16 الكادر الخاص في الجامعات يحكمه القانون 49 لسنة 72 ولائحته التنظيمية 250 لسنة 75 ده اسمه الكادر ايه الخاص تنظيم الجامعات المصرية. هذا القانون صدر سنة كام؟ 72. هذا القانون رقم 49 بيقول لك الأساتذة دول تعاملوا معاهم ازاي في حالة فصلهم من الوظيفة. فصلهم من الوظيفة قلنا في قانون وفي لائحة. في قانون وفي لائحة والمفترض أن اللائحة تتوافق مع المفسرة لإيه؟ القانون. والقرار لا يصطدم مع اللائحة. فإذا القرار اصطدم مع اللائحة يعتبر قرارا إيه؟ وهنا أسأل إيه الفرق بين القرار الباطل والقرار المنعدم؟ حد عارف يعني إيه قرار منعدم؟ بالراحة ها؟ مش درستوا الحاجات دي يا شباب في القضاء الإداري؟ قرار القانون الإداري؟ قرار منعدم. طب القرار المنعدم يحصن ها ايه معنى التحصين يا استاذه انت استاذه اللي قاعده بالنضاره دي اتفضلي ايه معنى التحصين
تعال يا استاذ انا اهو بره عشان نسمعك. انا عاوز اتناقش معايا اولادنا. تعال يا شباب اتناقش معانا. تعال هنا انت عشان نسمعك. تعال ها تعال اهو خلاص اديها المتكلم عندها. ارفع صوتك ارفع صوتك بعد اذن القناة. ارفع صوتك. ايه معنى قرار محصن؟ لا تعرف انت حقوق ايه؟ عين شمس اللي جنب اللي جنب. قول يا استاذ انت جميل ده قرار ايه؟ تحصين. القرار المنعدم هل يحصن؟ ليه؟ ليه؟ تعرف تضربيني مثال على القرار المنعدم؟ ده قرار باطل. لا ده قرار باطل. القرار المنعدم هو القرار المبني على غش وتدليس. يعني مثلا سعادتك مثلا ها معكش لصنص حقوق وتعينت في النيابة تمام؟ ها قرار تعيينك يحصن؟ قرار تعيينك يحصن؟ ليه؟ لأنه مبني على ايه؟ على غش. فالقرار المنعدم لا يحصن بمضي المدة أطعن فيه في أي وقت. إذن هنا القرار إما أن يكون قرار باطل أو قرار منعدم. قرار نهائي صادر من السلطة التنفيذية. طيب بالمقابل بقى السلطة التنفيذية يجب عليها أن تصدر قرارا. تصدر إيه؟ يتعلق بالموظف العام ولكنها تقاعست. تقاعست عن إصدار القرار. هنسميه إيه؟ امتناع سلبي. هل الامتناع السلبي ها له مدة؟ متى أطعن عليه؟ في أي وقت. ليست له مدة. امتناع إيه؟ سلبي. ها؟ لا أنا بتكلم عن امتناع. شوفي انت بتكلم في ما تخلطيش بين امور تتعلق بماليات الحكومه وفي امور تتعلق باداريات الجهاز الاداري. انا بقول امتناع السلبي انا تقدمت بطلب لجهه الاداره متعلق بنقلي او ندبي او ترقيتي ثم تقاعست جهه الاداره عن اصدار القرار. من الواجب عليها ان تتخذه. فهنا ارفع ايه؟ ارفع دعوه امتناع سلبي، الغاء القرار السلبي من جهة الإدارة، إذا ليس له مدة. طيب، أنا بكلم هنا عن إلغاء القرار، إلغاء القرار الإداري. أجي النقطة بقى اللي هي الجديدة. أنا قلت ارتكاب الموظف العام جناية أو جنحة مخلة بالشرف. منظر القوانين الثلاثة اللي قدامي بما فيهم قضاء قانون القضاء الله استعرض النصوص استعرض النصوص لا اجد لا اجد تفسيرا او نصا واضحا يقول لي متى يجب عزل هذا الموظف وكيفية عزل هذا الموظف. نظرت في اللائحة لم اجد. طب اعمل ايه؟ ألجأ للشريعة العامة. إذا كان مش موجود في غير موجود في الكادر الخاص ألجأ للكادر العام اللي هو 81 إيه 16. فعرضت علينا قضية قضية عزل موظف عام في قضية رشوة الموظف العام ده أستاذ جامعة جريمة الرشوة جريمة مخلة بالشرف ولا لا؟ جريمة مخلة بالشرف. لكن هي ايه؟ انت تسمعها تتخض. جريمة رشوة موظف عام. اعمل ايه ده؟ عمل ايه؟ ايا كان نوع الرشوة. وكانت رشوة هذا الموظف العام زي ما قلت لكم عداد كهرباء. راجل راح يعمل شقه لاولاده او بيت لاولاده فقابله زي ما انتم عارفين اصبحت الان عرفا
أو عادة حتى لا نظلم العرف، أصبحت عادة أدخل النهاردة جهة جهة الواد اللي بيقابلني مش عارف كفاية مين أنت بتفهمين، ممكن أعتبرها هدية إذا كنت أبحث عن مخرج، ممكن أعتبرها صدقة إذا كنت أبحث عن مخرج، لكن هذا الموظف العام هو قدمها لي عشان يدخل كهرباء. المهم الرجل اتمسك اتفصل، اتفصل من عمله بدون تحقيق بدون إحالة إلى مجلس تأديب. الواقع هنا هناك صراع بين القوانين اللي بتحكم الكادر العام والخاص وبين قانون العقوبات. أنا كرجل بقى محامي وخاطب منصة القضاء، فأجد قاضي في منصة القضاء بيتكلم عن إيه؟ يقول لي لا، الحالات التي تستوجب عزل الموظف العام ارتكبوا هذا الفعل وأنا استندت إلى هذا، وبالتالي ينبغي فصله بدون تحقيق أو تأديب. هل هذا الكلام صحيح؟ ايه العيب اللي فيه؟ ايه الخطأ اللي فيه؟ تفضل تفضل. الصوت مش سامعينك، افتح الميكروفون. اتكلم عن موظف خد رشوة عشان دخل على دفتر روح وتفصل من الوظيفة، هل احمد 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 عطيه. اي ممكن عطيه، عطيه ممكن نعتبرها عطيه. قول اتفضل. انا هو الموظف الذي اعطى الرشوه، هو الموظف اللي اعطى الرشوه ليه؟ لماذا اعطيته الرشوه؟ من الراشي؟ يعني من الذي يعاقب؟ لا هو مشكوه دبروا له حاجه، دبروا له حاجه بعتوا له واحد زي كده وقالوا له يلا ايه وقع لي الراجل ده. اذا ان ليست هذه المشكله، المشكله الان، المشكله الان هل الاجراء الذي اتخذه المستشار بعزل هذا الموظف العام اجراء صحيح ولا اجراء باطل؟ ها انت اي كويس يا استاذ اتناقش، ايه الغرض ان انا اتناقش معاكم كده؟ ما ممكن اقول الكلام فقط، انا عايزكم ما تنسوش وهذه القضايا تعرض عليكم كثير جدا اشتغل في مجلس دولة. فانا بقول هذا الاجراء اجراء ايه؟ باطل. وجه البطلان ايه؟ انه لابد وان يسبقه ايه؟ تحقيق ثم تأديب. ماذا لو اصدر الوزير المختص قرارا بعزله ومجلس التأديب شغال؟ لانه بقى هو انتوا لوحدكم اللي في المعهد خلاص انتوا شطار. حاضر لحظه استنى. ها ماذا لو حد من الناس اللي ورا دول يجي؟ استنى لحظه الاستاذ اللي ورا خالص، اللي ورا خالص هناك جنب الباب شباك جنب الباب. يلا شايف نفسك شاب شويه؟ ايوه اللي جنبيك ده. ايوه ايوه اتفضل سعادتك. من فوق شويه. انا حاضر حاضر. ماذا لو أصدر الوزير المختص قرارا بعزل موظف عام ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ها؟ بدون أو أثناء إجراء مجلس التأديب في إجراء الاختصاصاته، ها؟ ماذا القرار صحيح ولا غير صحيح؟ ايه باطل. ايه البطلان اللي فيه؟ ان هو يبطل اولا من التحليل من اجراء انا بتكلم مجلس تاديب ما قلتش تحليل. نعم
أحيل الموظف العام ده لمجلس تأديب. أثناء سريان مجلس التأديب صدر القرار. ها؟ فضل. أثناء سريان صدر مجلس التأديب ماذا يعني إيه اللي قلنا القرار باطل؟ إيه وجه البطلان؟ تغولا تغولا على مجلس التأديب. كويس، جاء من الموظف العام حسن النية راح طعن على قرار ايه؟ قرار ايه؟ قرار الوزير المختص، بس طعن عليه طالبا ايه؟ طالبا التعويض وليس الإلغاء. تاني، صدر قرار الوزير المختص بعزل الموظف، المفترض الموظف يطالب بايه؟ بإلغاء القرار أولا، لكنه المحامي بتاعه بقى الله لا يسامحه ها ورطه، راح طلب إيه؟ بتعويض، يعني معناه ارتضى قرار إيه؟ إلغاء. طب التعويض بيصدر بناء على إيه؟ ضرر، خطأ، تمام، والضرر الذي لحق به نتيجة إيه؟ فهل يدخل الإلغاء ضمن التعويض؟ ها؟ إذن كان المطلوب من الأستاذ المحامي أن يطالب أولاً بإيه؟ بإلغاء القرار الإداري، ثم إيه؟ التعويض عن الأضرار التي لحقت بالموظف العام نتيجة هذا القرار إيه؟ المعيب. السيد المحامي استسهل الأمر وراح رفع دعوة إيه؟ فعلاً المحكمة حكمت له بالتعويض، حكمت له إيه؟ جاء الرجل عشان ينفذ التعويض، جاء الرجل عشان ينفذ التعويض، الصوت نفذوا له التعويض، جاء الرجل عشان ينفذ التعويض، قال انا نفذ لك التعويض. طب التعويض متضمن ايه؟ انني بعوضك عن قرار خاطئ، بعوضك عن قرار ايه؟ خاطئ. ماذا تفعل انت لكي تعيد لهذا الرجل حقه في المطالبه بالالغاء، خاصه ان قرار الالغاء قد حصن؟ ها، الحيله التي تستخدمها انت كمحامي، انت عاوز تنقذ الراجل وعاوز تستغل حكم التعويض، وفي المقابل قرار الإلغاء قد حصن بمضي المدة، ماذا تفعل؟ إيه؟ كويس، في حد فيكم يقدر يوجد لي ثغرة؟ إيه؟ لسه قايل من شوية استنى، إيه؟ حد فيكم يعرف ثغرة؟ يوجد لي ثغرة؟ اتفضل. تاني، هو صدر له الحكم بالتعويض ولم يطالب المحامي بالإلغاء. المحاكمة تماشت معه، تقيدت بإيه؟ حاضر اتفضل. ها، تقيدت بطلباته. أنا عاوز دلوقتي أنفع الموظف العام ده، أستغل حكم التعويض في إلغاء القرار، بصطدم بأن القرار قد حسن، أعمل إيه؟ ها؟ أنا أطعن على إيه بقى سعادتك؟ أطعن على إيه؟ هل أنا أطعن على إيه؟ طب ماشي يا ريس، أنا ممكن أستغل حكم التعويض على شو بقى؟ أنا أطعن على إيه بقى؟ الحكم موجود، الحكم موجود، أطعن على إيه؟ موجود أصلاً، حكم موجود، استلف حكم التعويض، هيطعن على ايه بقى؟ هيتقيد الطاعه، هيتقيد بما طعنت عليه. ها، هنا بقى المحامي الشاطر، الشاطر، اتفضلوا بقى. هنا يا اولاد لو انتوا درستم اصول فقه، يعني انتوا درستوا اصول فقه يا شباب، استنى، طيب استنى لو سمحت، طيب يعني هقول لكم على حاجه،
درسته من المصادر اللي بتؤخذ منها الأحكام عند الإمام أبو حنيفة النعمان، الحيل الشرعية. الحيل إيه؟ أما إحنا جبنا لفظ الزنقة منين؟ مش واحد يقول لك أنا وقعت في ورطة ولا وقعت في زنقة، تعال ابحث عن مخرج، جبناها منين؟ ما هو ده التاريخ يا أولاد، ما هو ده التاريخ بتاعنا. فمن مصادر الأحكام عند الإمام أبو حنيفة النعمان الحيل الشرعية، المخارج من المضايق. أما سيدنا أيوب حلف ليضربن امرأته 100 ضربة، تخيل بقى تضرب مراتك 100 ضربة، قال له إيه؟ ريده كان موجود ليان، ها؟ بس خز بيدك اضرب بيه ولدك، عارف السواك؟ السواك جمعوا كده 100 سواكة صغيرة كده خلاص انتهت العملية. دي اسمها حيلة شرعية، مخارج من المضايق. زوج زوج، انا عشان افكركم بالمواد التي ينبغي ان تتحلى بها فاصول الفقه هو علم العقل. رجل اقسم اقسم ليقع على زوجته في نهار رمضان، اقسم. الزوجة بين امرين، اما ان تطيع الله او تطيع زوجها، واحنا عارفين لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. وفي نفس التوقيت يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ايه. المرأة اصبحت في صراع، ماذا تفعل؟ ماذا ايه تفعل؟ المهم ذهبوا الى الامام، فذهبوا الى امام العقل. مين امام العقل؟ عارفين مين امام العقل؟ ابو حنيف وامام النص، امام مالك. طيب خلينا ماشي، همشي معكم. ذهبت الى امام العقل فقال، حكى قصته، بيتي اتخرب، زوجي لو ما اضعفوش اصبحت مطلقه، اصبحت ايه؟ قد يكون طلاقا بينا بيننا كبرى، وبالتالي اتخرب بيتها، ولو اطعته عصيت ربي، فماذا كان هذا في نهار رمضان؟ شوف بقى الذكاء، الفطنه، رجل العقل المحامي قال له ايه؟ خذها وسافر. حل المشكلة. خذها وايه؟ وانت اذا سافرت ايه اللي هيحصل؟ رخصة ولا مش رخصة؟ ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى زائمه. صدق نصدق الله بها عليكم فاكبروا صدقات. يعني هذا الاصول يا شباب. اذا هنا الحيلة التي تستخدمها كمحامي حتى تنفع، تعمل ايه بقى؟ تقدم طلب جديد، افتح ميعاد. افتح ميعاد لايه؟ لطاعة. قدم طلب جديد لجهة الإدارة تطالب فيها بعودة الموظف إلى عمله، خليه يعطيك رفض، خليه يعطيك ايه؟ اطعن على قرار الرفض. فهمتوا قصدي؟ دي حيلة ايه؟ وهذه الحيل يلجأ عليها الأساتذة الكبار، فيفتح ميعادا جديدا ويقول ايه؟ الجامعة امتنعت او الجهة امتنعت، امتنعت امتناع سلبي عن اتخاذ اجراء، ولبسها وضعا هنا، فتحت 60 يوم جديدة اطعن فيها لين امام ايه؟ المحكمة لعودة الموظف العام، مستغلا حكم التعويض، لان التعويض جبر للضرر، وطالما المحكمة اعترفت بالضرر اذا القرار القرار معيب. فهنا فتحت مكان ايه؟ فهمتوا يا شباب؟ هنا نرجع لنص المادة 25 من العقوبات، ونص المادة 69 من نظام الخدمة المدنية. وانت غرار القانون توقف اولا عند النصوص، فهل الشخص الذي فصل من الخدمة بسبب تعاطيه المخدرات فصل بناء على قرار او استنادا الى قانون؟ ها؟ قرار ولا قانون؟ تمام. هل لو انا بقى كراجل محامي الاولويه انظر اولا الى ماذا؟ الى القانون. فانظر لنظام الخدمه المدنيه في الماده 69 والماده 179 من اللائحه بتاعته، هل تم النص فيه على تعاطي المخدرات باعتبارها جريمه توجب الفصل؟ لا، لم يتم النص فيها، ما حصلش. انظر للكادر، اي كادر،
يبقى هنا القرار ده صدر بناء على ايه؟ المفترض صدر بناء على لائحة. طب اللائحة مفتقدة هذا النص. أبقى هذا القرار أطعن فيه فين؟ أمام المحكمة الإدارية العليا ولا أطعن فيه أمام المحكمة الدستورية؟ دستورية يا جماعة يا أساتذة إدارية، لأنه قرار. من يحاكم القرار؟ المحاكم الإدارية. من يحاكم القانون؟ المحكمة الدستورية. هنا العيب في القانون ولا في القرار؟ هذا شغل المحامي بقى. وممكن تطلع الإنسان ده برا للأسف. إذن كان لابد أن يتم النص وأن يتم تعديل نص المادة 25 أو نص المادة 69 لتضاف جريمة تعاطي المخدرات باعتبارها إيه؟ جريمة مخلة بالشرف. لم تضاف، ما اعتبرتش جريمة مخلة بالشرف، لا لم تضاف. إذن هنا هذا قرار، هل يرجع هذا القرار إلى السلطة التقديرية لجهة الإدارة؟ يعني مثلا إنسان تعاطى المخدرات، إنسان ضبطت معاه المخدرات، موظف عام في مكتبه، إنسان شرب المخدرات، خلي بالكم تعاطى، ما انا اقول لك تعاطى او التجار، هو انا بقول تعاطى موظف عام، تعاطى ده بيتعالج. طيب بيتعالج. اذا بقى هنا بقى هل المشرع سكت عن اضافه التعجيل لشيء في نفسه بحيث يوجد سلطه تقديريه لجهه الاداره اذا ما كان هذا الشخص يستوجب هذا الفعل عزله او هذا الشخص لا يستحق العزل؟ نبحث في كلتا الحالات، هذا القرار يطعن عليه. ده بالنسبه للجريمه او نص الفقره 9 من الماده 69 من القانون نظام الخدمه المدنيه. الحاجه الاخيره بقى، في ليل دامس وامر بيت بليل، وانتوا عارفين ان اللائحه مفسره للقانون، فوجئنا بنص غريب وضع كده في اللائحه. قال لك ايه؟ كل موظف عام ارتكب فعلا مزري، خلي بالكم من المفرده، مزري او لا يتوافق مع طبيعته كعالم او يتعارض مع حقائق الاسلام يجب عزله. هذا النص، انت كرجل محامي وللاسف ستجد موظفين كثر فصلوا بهذه الفقره، بهذه الفقرة، هل هذه الفقرة موجودة في لائحة ولا موجودة في نص قانوني؟ وهذه الفقرة إذا ما كانت موجودة في نص قانوني فيتعارض مطلقا مع نص المادة التي تجبر التحقيق مع الموظف العام، التحقيق مع الموظف العام إذا أخلى أو أتى فعلا يخالف مقتضيات الوظيفة العامة قبل الإحالة للتأديب وقبل أن يعزل. فأيهما نتمسك بها أنت كمحامي؟ أنتم تعرفوا أن الأصل في أي إنسان البراءة، صح؟ أصل في الإنسان إيه؟ درستم البراءة الأصلية، أصل في أي إنسان إيه؟ البراءة. أنا النهاردة ببحث عن الموظف العام ده، هل من مصلحتي أن تلحق هذه السبة بجبينه وجبين أفراد أسرته؟ لا طبعا. والله أنا شفت أستاذ جامعة عنده 6 أطباء، رجل ويحفظون القرآن، رجل رب أولاده حتى صاروا إيه؟ في أرقى إيه؟ المواقع، وتم فصله من عمله
ليه؟ لفعل. هنا الجريمة لحقت بمين؟ أفراد. جريمة مخلة بالشرف، أسرة كلها دمرت، أسرة دمرت، إيه؟ أسرة. فهل هذا ألا يستوجب تعديلا تشريعيا؟ ألا يستوجب تفسيرا؟ من يفهم؟ من ينادي بهذا؟ أنتم، أنتم يا من تعلمون القضاء، أنتم القضاء الواقف. امسكوا هذا النص، الكتاب اللي قدامي ده أستاذ محامي اللي عامله، ثم أصبح مستشارا كبيرا علم فيه القضاء. المدور المحامي ايه؟ قلت لكم أداء رسالة وليس قضاء مصلحة. أمامك هذه قضية إنسانية في زمن تغيرت فيه المعالم وتعددت فيه مظاهر الحياة واختلطت فيه المعايير، وأصبح في مكان الحرام أصبح مباحا والمباح أصبح حراما. هل نتوقف عند قانون صدر في بيئة وزمن معين؟ كأن النساء أصبن بالعقل بعد صدور هذا القانون. هل أتوقف عند قانون صدر منذ قرن مع تغير الزمن؟ هنا لابد وأن أبحث عن مخرج. وهنا المحامي لا يتوقف عند النص الجامد، إنما يحلل النصوص، يحلل النص، والنص دائما حمال أوجه. حتى النص القرآني بعض النصوص القرآنية حمالة أوجه. لماذا؟ لحكمة تشريعية الأصل فيها أن الإنسان دائما بريء. أبحث له عن مخرج حتى لا تلحق التهمة بأهله وزويه كما حدث مع هذا الشخص. وكان هذا سر تحمسي، ووقفت مع هذا الأستاذ حتى استرد حقه ورجع وظيفته. بإيه؟ بأن أنا لعبت مع النص، اشتغلت معه، والإجراء اللي قلت لكم عليه لكي أوجد موعد جديد عملته. وخرج الأستاذ والحمد لله عاد إلى جامعته، أولاده مسترد روحهم، استردوا روحهم، أطباء تزوجوا من أطباء، ها؟